دائما الصبح عم نرجع المدرسه كان عاده عم يستخدموا فلاش الموبايل. 90% من اجهزه المدرسه التعليميه تشتغل على الكهرباء. كانت جميعا مركونه ما فينا نستخدمها باعتبار ما في كهرباء. هلا صار فينا نستخدم اجهزه الاسقاط، فينا نستخدم الوسائل التعليميه بخصوص الجغرافيا، العلوم، الفيزياء والكيمياء. بكفي انه الطالب يشوف بشكل واضح. يعني قبل كانت الكتابات على الحيطان بطريقه سيئه جدا باللون الاسود، فبعد الدهان صار شيء حلو كثير، بشكل عام شيء رائع. كان عندنا الوضع سيء بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، خدمات كثير كانت متوقفه عندنا بعياده الاسنان بالصحه الانجابيه، بالاضافه لجلسات الرزاز لان لمرضى الربو كانت متوقفه تماما. الواحد الطاقة الشمسية وفرت خدمات كتير للمواطنين، انعكست إيجابا للمنطقة. حتى عنا قسم المخبر صار إمتى ما أجا المواطن في حل، بالإضافة المستوصف صار يشتغل بطاقة أكثر، يعني حتى العناصر المداومة فيه لاقت تحسن كتير منيح. حتى عنا كان إنه المركز من فترة منيحة ما كان فيه صيانات مثل دهان الإنارة، وحتى المواطن لما بيجي بيشوف إنه مركز هي الجمالية، الإضاءة في طريقة اللي الشغل اللي متقدم فيه، صار عنده دافع إنه يرجع، خاصة إنه صار يتلقى الخدمة وكله موجود عندنا. هذا المشروع هو حاجة فعلية لمنطقتنا بشكل عام وخصوصاً مدارسنا، بالتالي المشروع هذا يعني لبى احتياجاتنا. وبنفس الوقت ساعدنا على أنه نحن فعلاً ندعم طلابنا. إضافة إلى الشيء هذا، نحن إدارياً بحاجة للحاسوب أيضاً لحتى أعمالنا المكتبية تتم بشكل أساسي، وبالتالي طاقة شمسية أعطتنا الفرصة الأكيدة لحتى نحسن عملنا بالوقت الحالي وحتى بالمستقبل. منظومة الإنذار المبكر هي شيء الأمور الطارئة، وبالتالي هي للحذر من أي حريق، من أي شيء ماس كهربائي رح يعطينا نحن الإنذار لحتى نأخذ حذرنا نحن وطلابنا.